قرابة الشهرين مرت على وفاة الشيخ سلطان، وجماهير الفيصلي تؤكد أنها لن تنسى بسرعة الشيخ الرمز الرئيس الذي صنع الأمجاد وكتب تاريخ زعيم الكرة الأردنية بأحرف من ذهب. روح رياضية عالية سبقت أول مباراة رسمية للفيصلي بعد رحيل رمزه، لكن الأداء تأثر بالأجواء الباردة وبفترة التوقف الطويلة لتنتظر الجماهير نهاية الشوط الأول، عندما سجل التونسي هشام الصيفي أول أهدافه بقميص فريقه الجديد. الفيصلي تقدم بالهدف الأول مع نهاية الشوط الأول، وعزز تقدمه بعد عودة اللعب بهدف خليل بني عطية، فظنت الجماهير أن طريق فريقها سالك نحو فوزه الخامس للحاق بكوكبة المنافسين على الصدارة، لكن شباب العقبة نجح في تقليص الفارق بفضل السنغالي مايكل توري في الدقيقة 51. أما عيسى السباح فاحتاج 11 دقيقة فقط ليعدل الكفة. الفيصلي ورغم إكمال العقبة المباراة بعشرة لاعبين تعثر في سعيه نحو نقاط الفوز ليكتفي بالتعادل، واللافت أن 4 نقاط فقط تفصل المتصدر عن الرابع، مما يعني منافسة نارية على لقب الدوري الأردني. حمد القردبو، صدى الملاعب.